مع الجهاز الفني كل الناس الحمد لله بحبها وكل الناس قريبة مني. طب تعالى نشوف قالوا ايه عنك. يلا بينا. احمد طبعا من اللعيبه الممتازه جدا، وده كان باين من فتره كبيره، وده اللي خلى طبعا ينضم للفريق الاول وينتظم معاهم في التدريبات ويشارك معاهم على فترات يعني. وانتظامه حقيقي في الدرجه الاولى في الفريق الاول اداله تقل يعني، حتى بقى يعني واضح لما بيجي يلعب معانا لا في تقل في طريقه لعبه، في ستايله، تكوينه حتى جسماني تغير، فده كان طبعا اضافه لي ان هو يتطور ويتحسن، وان شاء الله نتمنى له التوفيق يعني باذن الله في اللي جاي. كوكا من اللعيبه الرجاله يعني، معروف في نص الملعب يعني، من احسن لعيبه اللي هو تحسه مسمار في نص الملعب محدش بيعدي، وكمان كورته عاليه يعني. ليه ما اقدرش انسى جون السنه اللي فاتت ضد الاسماعيلي في الاسماعيليه في اخر دقيقه واحنا متعادلين 0-0، جاب جون شوطه من بره منطقه الجزاء، وكان جون في اخر الماتش بيه، هو ده ممكن يكون سبب ان احنا كسبنا السنه اللي فاتت الدوري. كوكا جوه الملعب مفيش هزار، جد بيتعامل بكل رجوله وبكل قلب وروح. هو يعني حتى ممكن مثلا المحبه مثلا تاخدنا شويه ان احنا يعني عشان صحاب وكده، بس هو ما بيفرقش الصراحه يعني، جوه الملعب حاجه تانية وبره الملعب حاجه تانية خالص يعني. طبعا في البدايه احب ارحب كابتن اسامه وكوكا. طبعا كوكا النهارده مع كابتن اسامه عبد النبي، تحب تقول له ايه وايه رايك في كوكا في مستواه الاخير الفتره اللي فاتت؟ طبعا كوكا مش محتاج حد يتكلم عليه، كوكا طبعا لعيب جامد ومش محتاج حد يتكلم عليه. لا قول لنا ايه رايك في مستواه، ما تميز. ما قلت هو لعيب جامد. طب تقدر تقول لنا يعني حاجه حصلت او حاجه فاكرها لكوكا في معسكر كنا كلنا مع بعض، موقف حصل مثلا؟ كنا ايوه اسمع ليا، كنت انا وحجاج وطه وكوكا، وكانت الاوضه يعني كانت مجزره. وكان كل ما حد ينام الكوكا بيقفشه نايم ومطلع الشبشب ومده على رجليه. عندنا كده لحد الساعه 2. معلش بقى يا كابتن ياسر، بس نزلنا الماتش وكنا كويسين والله. يلا الحمد لله، بالتوفيق يا كوكا، واتمنى لك ان شاء الله الفترة الجاية ان شاء الله يعني من تقدم لتقدم وتكسر الدنيا ان شاء الله. كوكا عشرت 6 سنين في النادي الاهلي، من ساعة ما جيت طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر واوضة واحدة طبعا، وعشرت منتخب اخويا طبعا ان شاء الله، واتمنى له التوفيق وربنا يكرمه ان شاء الله. تعادل خدنا الدوري دفع في الدقيقة 90. تمام، عشان كان بيقول لي اخر هدف في التقرير اللي فات ده كان هدف امام الاسماعيلي، والهدف ده اخذوا بيه الدوري في بطوله الشباب السنه اللي فاتت صح؟ السنه اللي فاتت ده كان جون في الدقيقه 90، ده من الاهداف الرئيسيه الحمد لله اللي خلتنا ناخد الدوري الموسم اللي فات مع 2001. شايف ما شاء الله علاقه طيبه بتجمعك مع كل اللعيبه ما شاء الله. احمد سيد عبد النبي مشكله، هم كلهم حبايبي ودمهم خفيف طبعا، وكل ده يعني حاجات حب بينا وهزار، واظن ان اقل واحد فيهم عشره 7 سنين، فطبعا بشكرهم كلهم عن الكلام الجميل ده، وكلهم حبايبي، وان شاء الله كلهم يكونوا يكسروا الدنيا الفتره اللي جايه دي، واشوفهم في الفريق الاول ما عدا حجاج عشان الكوارث علينا.